السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل يا حبيب. هل يجوز إن أنا وأنا بقرأ قرآن مثلا وردي بقرأ سورة البقرة وجبت جزء مثلا الأول، وبعدين أنا صليت فقريت الجزء الثالث، ويعني ينفع أكمل مع بعض ولا أمشي بالتتابع يعني التتابع؟ ها؟ يعني المفروض أمشي جائز، كل جائز. يعني انت لا مثلا لك كل يوم جزء تقرأه من القرآن، مثلا قرأت بعد الفجر إلى الشروق على سبيل المثال قرأت خمسة أرباع، وجدت في الليل تحب أن تواصل تقرأ الربع السادس والسابع والثامن، كل جائز. أما إذا جعلت صلاتك في الليل مستقلة لك ذلك أيضا، كل جائز، الأمر واسع. جزاك الله خير. وياكم المسلمين.